قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أريد ريمان عن نائبتين الأمريكيتين عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر ورشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية من الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ضمن زيارة مزمعة. لكن قرار الوزير ليس نهائيا، حيث تنظر الجهات الرسمية المسؤولة بالملف للبت به، إذ ترى إسرائيل أن النائبتين تؤيدان حركة مقاطعتها. لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي حذروا من خطوة منع النائبتين الدخول وتأثيرها في العلاقات مع إسرائيل. وقت ما اجت الانتخابات ما بحروا عليها شو لونها، شو عرقها، شو دينها، شو هي. فهي قدمت اشي الناخبين صوتوا لها، يعني كافؤوها على اللي خدمتهم فيها ووعدوا برلمان عن ولادي. الكاتب والمحلل السياسي أمير أورن، أهلا بك معنا. سيد أمير، برأيك أين ستصل هذه القضية؟ وزير الداخلية هو المخول في القرار، مبدئيا قرر منع دخول النائبتين، لكن هناك جهات قضائية وجهات أخرى، ربما يصل الأمر إلى وزراء والمجلس الوزاري للبت في هذه المسألة. وزير الداخلية هو دمية. من الواضح أن القرار هو بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن فوقه عاد زوجته سارة، رغم أنها لا زالت تتدخل في السياسات. وفوق نتنياهو هناك الرئيس ترامب، والرئيس ترامب لاعتبارات سياسية داخلية وليس لاعتبارات استراتيجية لإسرائيل، من المهم ومن الواجب أن تأخذ بالحسبان المصالح الأمريكية. إذا ما لم ترغب الولايات المتحدة بأن لا تبرم إسرائيل صفقة أمنية معينة على سبيل المثال مع الصين أو مع روسيا، يجب أخذ ذلك بالحسبان. ولكن اعتبارات سياسية داخلية في الولايات المتحدة، بينما ترامب في حالة النزاع مع هاتين العضوتين بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي، ولكن الحديث يدور عن أعضاء في الكونغرس. وإسرائيل لا ترغب بأن يمنع دخول أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الولايات المتحدة. نتنياهو يفهم ذلك، والسفير الإسرائيلي في واشنطن قال أن إسرائيل ستسمح بدخول عمر وطليب، ولكن هذا ينقلب بسبب جنون ترامب. هناك مشكلتان. المشكلة الأولى هي مع العلاقات العامة لإسرائيل. إسرائيل يجب أن ينظر إليها أنها لا يوجد لديها ما تخفيه. كل من يرغب بالدخول إلينا فأهلا وسهلا. والأمر الثاني في السياسة الأمريكية، إسرائيل لا يجب أن تكون عدو الحزب الديمقراطي. الديمقراطي قد يعودون إلى الحكم. بالضبط. في هذه النقطة، هل يعني من الممكن أن تجازف إسرائيل في علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الذي كما ذكرت قد يعود إلى السلطة إن لم يكن في الولاية المقبلة الرئاسية ففي ولايات أخرى؟ الحزب الديمقراطي غير موجود في نفس الموقع الموجود فيه الأعضاء الأربعة طليب وإلهان عمر وزميلاته هنا. من المتوقع أن يتم انتخاب، حتى وإن تم انتخاب ديمقراطي، سيتم انتخاب شخص كجون بايدن أكثر اعتدالا وأكثر وسطا من هؤلاء. ولكن سن جيل المستقبل للحزب الديمقراطي وخاصة الناخبي هم من الأفارقة والهسبان والمسلمون الذين لا يحبون هذه الحكومة الإسرائيلية. أنا لا أقول لا يحبون دولة إسرائيل، وجود إسرائيل هو أمر أكيد، ولكن الغير أكيد هو استمرار دعم الولايات المتحدة للمستوطنات. إسرائيل التي تعاني من مقاطعة البي دي إس لا يمكنها أن تقاطع أعضاء في الكونغرس. فيما لو أتاحت في نهاية المطاف السلطات الإسرائيلية للنائبتين الدخول، هل يتوقع أن تحظى هذه الزيارة بضجة إعلامية كما تحظى بها الآن ربما يعني مسألة منع هذه الزيارة من عدمها؟
هناك الكثير من زيارات أعضاء الكونغرس، العشرات من الزيارات. هذا من غير المهم أن تقف عضو كونغرس أمام الكاميرا وتقول في واشنطن وفي نيويورك ماذا تفكر، أو أن تقوم بذلك في القدس ومن خلفها قبة الصخرة. للمضمون هناك أهمية. إسرائيل حتى وإن لم ترغب بزيارة هؤلاء يجب أن تقول تفضلوا. ترامب يقول لأعضاء الكونغرس أولئك الذين لم يولدوا في الولايات المتحدة عودوا أدراجكم إلى مواطنكم. هل عضو كونغرس من أصل فلسطيني قال لها ترامب اذهبي إلى موطنك؟ هل يمكن لها أن تعود إلى إسرائيل؟ إسرائيل عليها أن تقول تفضلوا وكونوا سفراء لإسرائيل. أشكرك جزيل الشكر السيد أمير أورن الكاتب والصحفي الإسرائيلي.